حديث عمر رضي الله عنه، وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، هنا قال لا وهنا ناهية، قال لا تطروني هنا نهي منه عليه الصلاة والسلام عن الإطراء. ما هو الإطراء؟ هو المبالغة في المدح. كما أطرت، الكاف هنا مر معنا أن لها معان: تشبيه، تعليل، زائدة، العلو، هذه الاستعلاء. الكاف هنا ينظر فيها وفي معناها، وهنا ماذا تقول؟ تعليلية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مدحه لئلا يفضي بهم هذا المدح إلى مدح النصارى لعيسى بن مريم، ويحتمل أن تكون تشبيهية، يعني لا تطروني كإطراء النصارى لابن مريم. فإذا كانت تشبيهية فالتشبيه هنا كما يقول أهل اللغة تشبيه مرسل، ومرادهم من المرسل أنه غير مؤكد لوجود أداة التشبيه وهي الكاف. أيهما أرجح، أن تكون الكاف للتشبيه أم للتعليل؟ الأرجح أن تكون للتعليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطراء مطلقا، ولذلك قال بعدها: إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. كما أطرت، ما هنا لها أنواع لكنها هنا مصدرية، حرف مصدر. كما أطرت النصارى أي كإطراء النصارى، والنصارى هذا هو اسمهم، سموا بهذا الاسم إما لأنهم ينتسبون إلى قرية تسمى بناصرة، أو لأن الحواريين الذين هم من النصارى نصروا عيسى عليه السلام، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. والنصارى إذا ذكروا يذكرون بهذا الاسم سواء كانوا مجموعين أم فرادا، فمن الخطأ أن ينسبوا إلى المسيحية لأنهم لم يتبعوا المسيح ابن مريم عليه السلام. كما أطرت النصارى ابن مريم، يقول القرطبي رحمه الله، يقول: ما صرح باسم امرأة في القرآن سوى مريم، وهذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يبين عز وجل أن عيسى ليس ابنا له، وإنما هو ابن لمريم. إنما أنا عبد، إنما أداة حصر وقصر. إنما أنا عبد، أنا ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، عبد خبر. فيه مشكلة هنا أن الحصر هنا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، فكأنه هو الوحيد الذي هو عبد، ومن سواه ليس بعبد. هذا مقتضى الحصر، ليس كذلك؟ بلى، هذا مقتضى الحصر. إنما أنا عبد، ففهم أن ما عداه ليس بعبد، وهذا لا يمكن. نقول إن القصر هنا قصر إضافي لا حقيقي، لأن القصر عند البلاغيين نوعان: قصر حقيقي وقصر إضافي نسبي. فالقصر الحقيقي أن يقصر المقصور على المقصور عليه حقيقة باعتبار الواقع، مثل: إنما الله إله واحد. فالألوهية الحقيقية مقصورة على من؟ على الله عز وجل، وليس هناك إله حق سواه، هذا هو القصر الحقيقي. أما القصر الإضافي هو أن يقصر المقصور على المقصور عليه باعتبار الإضافة والنسبة، كما لو قلت: إنما زيد مسافر، أهو المسافر الوحيد؟ لا. فكذلك هنا: إنما أنا عبد، كما في قوله تعالى: إنما أنت نذير. فالقصر هنا قصر إضافي نسبي. وقوله عليه الصلاة والسلام: فقولوا عبد الله ورسوله، في الجملة التي سبقتها قال: إنما أنا عبد، لما حكى عن نفسه وصفها بالعبودية، بينما لما أمر بأن يوصف بالعبودية والرسالة. وهذا الحديث عند البخاري